اكو هنالك فرق لعلكم لاحظتوه بين القوانين الوضعية وبين الدين، القانون الوضعي ينهى عن الظاهرة، الدين ينهى عن الظاهرة الضارة، وينهى عن كل ما ينتهي إليها، هذا فرق مهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: "لا تقربوا". لعل معنى لا تقربوا مو لا تعملوا، واحد ليقرب ليكون قريب. لعل معناه ان يبتعد عن المقدمات. لماذا الفقهاء يقولون المقدمات مقدمات الحرام محرمه. بالحرمة الشرعية والعقلية او بالحرمة العقلية. الدين لا يقول لا ترتكب الفاحشة فقط، وانما يحوط هذا الشيء. القانون الوضعي يقول ارتكاب الفاحشة محرم، مثلا، ولو في بعض صورها. انتهى. قانون. هذا القانون ما يمكن تطبيقه، لانه القانون يبيح لك ان تاتي وتاتي وتاتي الى ان تصل الى حافه الهاويه. يقول هنا أنا احفظ نفسك. جدا مشكل، واحد اذا وصل الى حافه الهاويه مو معلوم انه يتمكن يتمالك نفسه. الدين يسد الطريق من البدايه. يقول: لا تخلو بامراه اجنبيه، اذا واحد خلا بامراه اجنبيه، ما الذي يحصل؟ يتمكن يحفظ نفسه او ما يتمكن؟ مو معلوم. حتى على ما اتذكر سالت من الوالد رحمه الله انه واحد في مصعد كهربائي، وأراد ان يصعد، في هاي الاثناء دخلت امرأة اجنبية، إيش قد الفاصلة؟ بين الطابق الارضي والطابق الاول مثلا، وفرضوا اربع ثواني، هذا اربع ثواني يظل وحده مع هذه المرأة الاجنبية. هل يصدق على ذلك انه خلوه بالاجنبيه؟ الوالد قال نعم، اربع ثواني هو هذا محرم. لان هاي الاربع ثواني تؤثر اثرها. يمكن مره ما تاثر، مرتين ما تاثر، ولكن مره تؤثر. الدين يقول لا تخلو بامراه اجنبيه. الدين يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبت في موضع او بيت يسمع فيه نفس امراه ليست له بمحرم، هاي المراه دا تتنفس شهيق وزفير، هو هذا الصوت دا يسمع هذا الصوت، ان شوفوا الجرائم، الجنايات، القتل، الاختطاف، الاعتداء منين يبدأ؟ من هذه النقاط